بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أحييكم وأرحب فيكم إخواني في منتدى الشبكة، وأقول لكم حياكم الله. وأنا أعتز وأفتخر أن أنا من بعد انقطاع هذا الطويل أول لقاء أسويه مع الشبكة الغالية والإخوان الريانين اللي هناك، كلهم تحياتي لهم. طبعا الكل عارف الوضع اللي يمر فيه نادينا ونادي الريان. أنا آسف على هالوضع صراحة وحزين على هالشيء اللي حاصل، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. وهالأمور هذه تمر في كل فريق كبير، وفريق الريان كبير بجمهوره قبل المستوى. صحيح أن المستوى ما يرضي ولا يسر لا عدو ولا صديق، ولكن هذا ما يمنع أن الجمهور يساند الفريق ويبقى مع الفريق، يبقى مع الفريق في الأوقات هذه، وإحنا محتاجين وقفة الجمهور. فمباراة السد مثل ما انتم عارفين مباراة قوية، ومباراة لها طابع خاص، وبدون الجمهور، جمهور الريان بشكل خاص ما لها حلا. وكل فرق اكثر المسؤولين واكثر الاخوان في كل في الاتحاد يتمنون ان الريان يكون في المربع، بس عشان جمهورنا، عشانكم انتم يا جمهور. فاتمنى انكم تبيضون بوجه ان شاء الله وتساندون الفريق، لان الفريق بحاجتكم في الوقت هذا بالذات. ولا نصير يعني مثل ما يقول المثل اللي طاح الجمل كثرة سكاكينه، لا، فريقنا طاح، نبي احنا كلنا نوقف، لاعبين، إدارة، جمهور، أول شيء الجمهور، نبي نوقف ونشيل الفريق. شهر واحد الانتقالات جاية، بيتغيرون محترفين، صحيح عندنا محترفين، أقولها بكل صراحة، عندنا محترفين مو قد المسؤولية ولا قد اسم الريان، ولكن إن شاء الله بيتغيرون وبيجون اللي أحسن منهم اللي بيساعدون الفريق. المصابين بيرجعون إن شاء الله، الانتقالات بتجي إن شاء الله، بنجيب لعيبة، فريق إن شاء الله بيتعدل. بس ينقصنا أن الجمهور اللي حنا تعودنا عليه اللي يدش الملعب ليش يسمونه رهيب، لأنه نرهب الفريق بجمهورنا، فهذا المشكلة. فأتمنى إن شاء الله من جمهورنا يساند الفريق، والفريق بإذن الله إذا فزنا على السد بيكون بدايتنا بإذن الله. يعطيكم ألف عافية، مشكورين، ومع السلامة.